بره بيت امشي يا مسوي. السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كاف وكل عادة في فيديو جديد، واليوم نتقابلوا في ريفيو المحبوب الملايين الام اي سي دي اس 4100 اللي هو حبايب هذا. اذا كانت تحب تربح الام اي سي دي اس 4100 هذا ما عليك الا تمشي لاخر الفيديو اللي تكمل تفرش الريفيو باش تاخذ عليه معلومات باش تدخل في الجيف واي نتاعنا وتلقى الليان الكل اللوطة. ما علينا، يلا نبداو الريفيو. MSI معروفة ياسر بأسوامها الباهية مقارنة مع برودويات أخرين من عند ريزر وإلا لوجيتيك. الـ MSI DS 4100 ماهوش إكسيبسيون ويجي في سوم 89 دينار عند لي روفوندور الكل. كي تبدا تلوج على كاسك، سوري، تابي وإلا في الكام تاعنا اليوم كلافيي ويبدا ما عندكش برشا فلوس، حاجة أكيدة أنك ماكش باش تغزر لبعيد وماكش باش تطلب حاجة كبيرة من برودوي ماهوش باش يعطيك معناها، خاطر بارابور ديما للسوم ماكش باش تغزر معناها الحاجات هاي إند، يعني باش تغزر الحاجات معناها نقولوا خمسة برودويات في السوم هذية في البرايس رينج هذية، والام اي سي دي اس 4100 واحد من البرايس رينج الرخيصة يعني اللو اند ميد اند يعني في الوسط. دونك ماكش باش تغزر الحاجة واو معناها نتاع 130 140 150 دولار ولا في تونس معناها نقولوا 300 ولا 400 دينار في كلافيي، دونك صاي حاجة صعيبة شوية. دونك في الكام تاعنا 89 دينار بالنسبه للام اي سي دي اس 4100 نشوفوا الكلافيي هذايا شنو باش يوفر لنا. نبداو بالديزاين. الكلافيي مزيان برشا والكيز نلقاو مواطين، حاجه قريبه برشا للكيز اللي نلقاوهم في لي بي سي بورتابل واللي نسبه كبيره منا مستنسين بيهم يعني خدموا بيهم قبل. هذيك علاش متاكد انه دي اس 4100 باش يعجب الاكثريه منكم اللي بيان سور ما جربوش الكلافيي ميكانيك. افونتاج اخر للكيز القصار هو انه لو سخ مش باش يوحل فيهم كيما الكلافيي العاديين، وهذه حاجه طياره اذا كانك جاروش او ديما حال الريستوران فوق البيرو. حاجه اخرى نحب نقولها لكم، تويكا عندي شر بريسك نستعمل في الام اي سي جي كا 700 واللي فيه الشاري MX براون سويتشز وسومه 285 دينار. وفي البريود هذه استنست برشا باللي كلافيي ميكانيك، مانيش هوني نقارن بيناتهم، اما اذا كان جربت كلافيي ميكانيك ناكد لك انك ماكش باش ترجع وتغزر الحاجات مومبران. هذاك علاش الكيز نتاع الام اي سي دي اس 4100 ما عجبونيش برشا، بات هي قليل برشا باش تلقى شكون باش يدفع 300 دينار في كلافي، يعني جوست واحد يحب ينفيستي في حاجه باش تدوم له معناك، كيما في الكا معناها واحد باش ياخذ ريزر بلاك ويدو ولا في الكام تاع ام سي جي كا 601. انا صحيح معناها سبونسور دخليتو، اما حتى معناها كان ما جيت سبونسورد كلافي ميكانيك معناها في مخي بروغرامي نخمم له، خاطرني نحب انا الميكانيك وراو كي تجربوا راو باش تتبدل الحكايه كومبليتمون في مخك. مانيش باش نرجع للمومبران، اما كاي واحد ناكد لك عنده بي سي بورتابل ولا حتى كلافي عادي معناها كيما نسبه الشعب الكل معناها عنده كلافيات عاديين مومبران باش يجرب هذايا ومخه باش يقف. ناكد لك اي عبد باش يجرب وجاي من كلافي عادي مخه باش يقف، خاطر لي سويتش نتاعو ياسر مزيانين ومرتاحين وما يعملوش حس. دونك بالحق مزيان برشا، والكلافي ينجم يتنافس حتى مع دي كلافي نتاع 150 و 200 دينار. صحيح ماهوش ديسپونيبل عندنا برشا في تونس معناتها لي شوا، فمش شوا كبير، اما حتى البرا كي تجي تقارنه مثلا بالكولر ماستر ديفستيتر ولا حاجه اخرى اكد لك اللي هو باش يكون خير منه كومبليتمون. بالنسبة للبيلد كواليتي الكلافيي يوزن 620 غرام وبكل بلاستيك، يعني مش طيارة برشا، اما من بعد جمعتين استعمال وطيحتين النجم نقول لكم اللي هو ديورابل اما في المعقول. البلاستيك اللي استعملوه غريب شوية، مش هذاك البلاستيك الصحيح اللي نلقاوه في الاكثرية متاع الكلافيي الاخرين. البلاستيك هذا اللي استعملوه في الامي سي دي اس 4100 عنده هكا سوفت تاتش طيارة برشا وحسنت من الجريب متاع يدي على الكلافيي.
اهم حاجه عندي في الديسك 4100 هي الريست ريست، دائما مرتاحه مهما كان الحجم تاع يدك. الريست ريست هذه باش تخليك مرتاح حتى من بعد نهير وانت غاطس تلعب في اللول ولا في السي اس جو ولا واتب. زاد نلقاو كيما في الكلافيه الاخرين الكل بريسك سقين هكما اللي نلقاو من العاده باش تعمل اونغل للكلافيه نتاعك كي باش تبدا تكتب مرتاح، ولا فما عباد تخير انه الكلافيه نتاعهم يكون طالع من قدام شويه، وفما اللي يكسروهم كيما عنده كلافيه نتاع 10000 ويبدا يحط بريكيه ولا حاجه اذا كان معناتها باش اذا كان ساق سقين تتكسر يعوضها بحاجه اخرى. هوني السقين تحسهم سوليد تحسهم به، اما حاجه ناقصتهم هي الرابر اللي هو المطاط اللي العاده نلقاوه في الكلافيه هاي اند، اما في الكلافيه هذايا ما هوش موجود. حاجه ما انت ما تصورش طرف كويتش وباش يتكلف برشا على ام سي، ماهيش حكايه كبيره كان حطوهم ماهيش بتتكلف برشا، اما كوميم هذه حاجه مش تشك منها برشا. هي ممكن تعمل فارق اذا كان عبد يحرك كلافيه برشا بيديه وكل، اما ماهيش مشكله كبيره دونك نيفر مايند. بالنسبه للكي كابس مصنوعين من نفس الماتيريال نتاع البادي، ولي سامبول نتاعها ليزر انجريفد يعني مش مقطوعه وكهو يعني محفرين بالليزر، واللي يخليهم ما يتفسخوش كيما في الكلافيه العاديين. تويكا باش نحكيو على اهم حاجه عندكم نعرف جايين جوست على الليد، اللي يحب السيت اب نتاعو يشنع في الليل كيما هكا لازمكم الليد ام سي دي اس 4100 متوفرين فيه بسبع الوان. ياب سبع الوان الكلافيه هذا يوفر ليد باك لايتنج مزيان برشا، وحتى من الضوء نتاعو مش خايب، اللي هما الاحمر الازرق الفاتح الاخضر الفيولي الازرق الغامق الابيض وفي الاخر الاصفر، والتبديل ما بيناتهم يصير بالبوطون تاع لي كولور يعني تقدر تنزل عليه بالبوطون ولا الوان تقدر تتبدل. وزاد فما فازة اخرى عجبتني برشا اللي هي البولس مود اللي تخلي الكلافيه يتعدى من لون للون بطريقه سلسه ومزيانه برشا، وتعملها جوست تنزل على البوطون فانكشن اللي هو الاف ان والبوطون نتاع لي كولور وهكاك يعمل لك البولس مود هذه. فما زاده اوبسيون باش تسكر الليد جمله وقت ما تحبش اني اتنشن، وهذه حاجه ما نلقاوهاش برشا في الكلافيه نتاع الكاليبر هذايا. الام سي دي اس 4100 نلقاو فيه بريدد كيبل باش يطول في عمر البي سي ويحسن من المنظر ككل، واليو اس بي نتاعو جولد بليتد كالعاده وكيما استانسنا من عند ام سي. زاد نلقاو المالتي ميديا هوت كيز واللي هي حاجه ضروريه بالنسبه ليلي. زاد نلقاو 19 كي رول اوفر يعني عندك 19 بوطون كي تنزل عليهم مع بعضهم الكل اللي هي حكايه مستحيله، 19 كي هيكوما كي تنزل عليهم هيكوما الاوردرز اللي عملتهم الكل يتسجلوا الكلافيه يقراهم ويعديهم للبي سي. هذه ماشي باش تعوض الانتي جوستينغ برشا، اما حاجه بهي الكي رول اوفر نلقاوها العاده في الكلافيه الهاي اند القوي وبرشا والغاليين، اما اذا كان قيناها في كلافيه بالسوم هذايا ما نقولوش لا. اون جينيرال ام سي دي اس 4100 كلافيي ياسر طياره، الديزاين نتاعو 100% تاع جيمنج يعني بالحق ديجا اي واحد باش يغزر له باش يعرفك معناها جيمر، هذه حاجه سيرتا سورتو بالبوند الروج اللي معناها ماشي على طول الكلافيي. بالنسبه للباك لايتنج دلول برشا، البيلد كواليتي ماهيش طياره برشا اما سافا تسلك روحها اذا كانك تستحفظ. 19 كي رول اوفر بالنسبه للجيمرز حاجه ضروريه يعني قريبه الانتي جوستينغ. كلافيه ننصح بيه لاي جيمر ما عندوش برشا فلوس وقاعد يخمم ما عندوش فلوس باش يشري كلافيه ميكانيك يعني اورد البيجي نتاعو وديجا مستانس معناها بكلافيات عاديين نتاع 10000 ونتاع البي سي بورتابل معناها العادي. كلافيه باش يكون طياره وباش يحسن من النيفو نتاعك كجيمر وباش يكون عنده دور كبير. ديجا فازت السايلنس نتاعو معناها ما تسمع شيء كي تبدا تكتب حاجه مزيانه برشا، هذاك علاش ما غير ما خامه مستحق ياخو قدام جود وورد فور ذا برايس. اوكي جايز كانت هذه الريفيو نتاع الام سي دي اس 4100، ان شاء الله عجبتكم الريفيو، اذا كان عجبتكم كل حد حطوا لنا لايك. اما قبل ما نفوت الفيديو كالعاده فما جيف اواي باش نعملوا جيف اواي للام سي دي اس 4100 هذه، اذا كان تحب تربحوا حكايه بسيطه برشا تهبط اللوطة تلقى الليام تاع جليم بوايو اللي هو السيت نتاع الجيف اويز اللي نخدموا به باش تكون معناها حاجه شفافه بيني وبينكم غير حد شيء نعملوا لايف درو وينر واللي يجي معناها مرحبا بيه يربح. دونك حكايه بسيطه برشا تهبط اللوطة تلقى اللي يعني تدخل وتعمل ستيبس اند يو ار دان تدخل في الجيف اواي، وان شاء الله يوفى الجيف اواي هذايا في
8500 ابوني، احنا تويك 7600 اون برانسيب نعمل 8600 اما ميسير 8500 نوصلوا لهم وبعد ننسيو الجيف واي اللي من بعده زاد باش تلقاونا في البانزاي في الدي 2 دونك اذا كنت تحب ترانا تحب تراني معنا بيان سور ممكن يجوني ما يجيو عباد اخرين معنا من جروب تونيزيان جيمرز معايا اذا كنت تحب ترانا في البانزاي دي 2 ان شاء الله تلقانا غاديكا ونعملوا جو مع بعضنا دونك الجيف واي كما قلت لكم يوفا في 8500 ابوني ام سوري تلقاو لي اللوطة وكل عادة اذا كان عجبك الفيديو حطنا لايك اذا كان ما عجبكمش حطنا ديسلايك كومنت وشير وسبسكرايب وان شاء الله تقبلوا مرة جاية في فيديو اخر في فلوجز وفي برشا جو في اربح الكابو سيرتو وفي كابوز وورلد اللي قادي نختموا عليها تويكا دونك ميرسي الولاد ان شاء الله عجبكم الفيديو وان شاء الله نقابلوا مرة جاية في فيديو جديد تشاو.